ألا إن بر الوالدين ألا إن بر الوالدين فريضة، وذلك في الإسلام من أعظم الأمر. ومن يخطب الحسنى يقدم مهرها، وبرهما الإبريز في ذلك المهر. وبرهما في الشرع أمر معظم، وأعظم أصل في المروءة والفخر. لقد أمر الباري ببرهما ولو به أشركا فضلا عن الفسق والجور. فكيف إذا كانا على الخير والهدى؟ فبرهما يغدو إذن أكد البر. ومن شاء برا من بنيه فإنما عليه ببر الوالدين وبالخير. فإن جزاء المرء من جنس فعله، ويعطى كما يعطي من الخير والشر. فكن شاكرا داع لهم محسنا بهم، كما أمر الرحمن في محكم الذكر. وفيهم فجاهد مثل ما جاهداهما لأجلك، كي تحيا سعيدا مدى العمر. عذرا على التقصير مني يا أبي وأمي، فإني نادم فاقبلوا عذري. أثابكم المولى بأكرم رحمة وجازكما من فضله أوفر الأجر.